صرا فين ما كان دور كان تفكر خوينا تصوروا معايا في التيراف انا وياه في شكل الدار بزاف الحوايج اي وقت اي وقت علاش كنقول لك راه باقا ما تهضمتش ليا صراحه مزيانه باقي في بعض الاحيان كان الحل كنفيق من القلبه ما نكذبش عليك انا الوفاه ديالو باقا لدابا ما باش واش تهضم ليا كيف بعض بعض الاحيان كنكون غادي في الزنقه كيبان لي شي حد عنده مشيت وكنسحب اخويا باقي حقيقه راه بلاصتو كبيره ما يمكنش يتعوض ولكن ربي واحد بين الملعب بشير تخلق هو وياه الوقت اللي هو تخلق راه لعب في الشباب وبقى في الشباب وبقى كيمشي لبلاصه ما بقاش كيلعب كيمشي لبلاصه مساكين ديما الشباب ديما واخا تكون بارت فين كانت وهادشي اللي كتب الله والمهم يمكن مسكين يمشي يقدر يمشي مرتاح ملي خلى الفرقه في بلاصتها في القهوه هو في الاول يمكن السلام عليكم ما نكذبش عليك انا الوفاه ديالو باقا لدابا ما باش واش تهضم ليا كيف بعض بعض الاحيان كنكون غادي في الزنقه كيبان لي شي حد عنده مشيت وكنسحب اخويا باقي ولكن هذا هو القدر الا ما اعطوا الا ما اخذوا عندنا ما نديروا حقيقه راه بلاصتو كبيره ما يمكنش يتعوض ولكن ربي واحد باسمي وباسم العائله كلها ديال الاسئله كنشكروا هاد الناس كلهم اللي وقفوا معنا ماشي غير دابا اللي وقفوا معنا ملي كان خويا مريض صراحه مزيانه الناس اللي بقيت كنشوف فيهم من ديك الساعه لهاد الساعه هادي وهما نيت اللي واقفين دابا لحد الساعه هاد الناس وما ماش غادي نقول لك واخا نشكر حتى انا يوم ما غاديش نعطيهم حقهم وما يمكن صرا فين ما كندور كنتفكر خوينا تصوروا معايا في التيراف انا وياه في شكل الدار بزاف الحوايج اي وقت اي وقت علاش كنقول لك راه باقا ما تهضمتش ليا صراحه مزيانه باقي في بعض الاحيان كان الحل كنفيق من القلبه كاين الملعب بشير تخلق هو وياه الوقت اللي هو تخلق راه لعب في الشباب وبقى في الشباب وبقى كيمشي لبلاصه ما بقاش كيلعب كيمشي لبلاصه مساكين ديما الشباب ديما واخا تكون بارت فين كانت وهادشي اللي كتب الله والمهم يمكن مسكين يمشي يقدر يمشي مرتاح ملي خلى الفرقه في بلاصتها في القهوه هو في الاول يمكن هو يكون مرتاح مسكين من هاد الناحيه لان الفرقه كانت واحد الوقت شويه تدهورات وداك الشيء وتا واحد ما كان فرحان لا من اللعبة الخدام ولا من ناس البلاد ولا كل شيء والحمد لله رجعت الامجاد ديالها ورجعت لبلاصتها وهذه الامنيه ديالنا اللي كنتمناوها ديما هي ان ملي فرقوا الحياه الشباب تبقى في البريمير ديفيزيون هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة MDGS نربحوا الرياضة